بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في القرية التراثية لمنطقة نجران على أرض المهرجان الوطني للتراث والثقافة. هذه القرية التي تم الانتهاء من تشييدها مؤخرا وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران وحرص سموه الكريم على إنشاء مثل هذه القرية لتمثل منطقة نجران ضمن الجهات ومناطق المملكة التي تشارك في أرض المهرجان، تمت الفكرة وتم التنفيذ وتم الانتهاء من إنشاء هذا المشروع. تقع قرية نجران التراثية بالجنادرية على مساحة تتجاوز 10,000 متر مربع. روعي في تصاميم هذه القرية أن تشتمل على أنواع الطراز المعماري في منطقة نجران ممثلة في مبنى الدرب ومبنى المقدم والمشولق. مبنى الدرب يتكون من 7 أدوار يستخدم استخدامات عديدة منذ القدم، من سكن ومخازن ومجالس وضيافات والمرافق الأخرى. في هذا العام خصصت أدوار هذا المبنى لعرض المقتنيات والأشياء، أدوات الزراعة، الأسلحة، الملابس الرجالية والنسائية وما شابه ذلك. كل دور يمثل جزءا من التراث النجراني. مبنى المقدم أيضا له استخدامات عديدة كالسكن، وخصص هذا في هذا المهرجان ليكون مقرا لجامعة نجران ليتم من خلاله عرض إنجازات ومشاريع جامعة نجران. تضم هذه القرية كذلك سوقا للحرف اليدوية، حيث تم استقطاب ما يقارب 18 حرفة يدوية. مكن الحرفيون النجرانيون من مزاولة حرفهم داخل أروقة هذا السوق الشعبي، ويقوم الحرفي بمزاولة مهنته أمام زوار المهرجان. أبرز ما الحرف التي تشارك هذا العام هي حرفة الحدادة، صناعة الطبول والمكانس، صياغة الفضة، صقل الجنابي والخناجر، خياطة الملابس التراثية والعديد من الحرف. خصص أيضا في هذا المشروع ركنا كبيرا يحاكي أو يحكي قصة الأخدود وما حدث في الأخدود وقصة الأخدود المعروفة، ويتم خلال هذا الجناح أو هذا الركن عرض الكثير من مختلف الآثار التي تم استكشافها في مدينة الأخدود. أيضا يضم هذا الجناح كذلك ركنا لجمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران، يتم خلالها عرض الصور والرسومات والتصوير الضوئي وما شابه هذه الأشياء. أيضا هناك بيت شعر تم تخصيصه للشعراء لإلقاء القصائد والحديث عن الروايات والرواة وبعض الاستخدامات الشعبية. أيضا تضم هذه القرية مطعما لتقديم الأكلات النجرانية التي تشتهر بها منطقة نجران، مثل ألوان الزامل، المثلوثة، الرزفة، الشرح، ولون الطبول. هذه الفرق الشعبية ستؤدي إن شاء الله ألوان الفنون الشعبية ضمن أو طيلة فعاليات المهرجان من خلال البرامج التي تم اعتمادها من قبل الإدارة العامة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة. بشكل عام هذه أبرز ما تضمه هذه القرية، والتي إن شاء الله نرى ونؤكد أنها القرية التي هي الأحدث، سواء من حيث ما تحتويه أو من حيث مساحتها أو من حيث عدد الزوار الذين يتوافدون إليها يوميا بعشرات الآلاف. نحن الآن في بداية المهرجان، ونتوقع أن يصل زوار القرية التراثية لمنطقة نجران إلى ما يزيد عن 6 أو 7 ملايين زائر، سواء في الفترة المخصصة للرجال أو الفترة التي تليها والتي خصصت جميعها للعائلات. نتمنى إن شاء الله أن يجد الزائر في أروقة هذه القرية ما يجعله على اطلاع بما لم يعرفه عن منطقة نجران، عن جزء غالي من أرض الوطن، ويكون بعض الأفكار التي ربما تكون غائبة لديه أو لدى أسرته، وإن شاء الله أن تكون هذه القرية إضافة إلى ما تحتويه القرية أو أرض مهرجان الجنادرية، مع أمنياتنا للزائرين بالمتعة والاستمتاع، وأن يجدوا كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد وكل ما يثري التراث والحضارة والثقافة في المملكة العربية السعودية. أعزائي المشاهدين، الآن نحن في جناح منطقة نجران ونلتقي بالمهندس علي سوادي المصمم لجناح منطقة نجران في مهرجان الجنادرية 28. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والعافية. مهندس علي، ليه تحدثنا عن الجناح بشكل عام؟ أولا الحقيقة هذه قرية كاملة وليس جناح،
قرية متكاملة، أنشئت على مساحة 22500 متر مربع بما فيها الساحات الخارجية. القرية أنشئت المباني الداخلية داخل السور اللي تلاحظون والملاحق على مساحة أكثر من 13000 متر مربع. القرية احتوت على مباني مختلفة سواء في المساحات أو في الأطوال الارتفاعات، حيث احتوت على أغلب المباني التي تحتويها منطقة نجران. المباني أنشئت من المباني أو من مادة الطين كما كان يستخدمها أهالي منطقة نجران، والتي أبهرت العلماء والمهندسين في الوقت الحاضر. في أكثر المباني أنشئت في نجران لها أكثر من 300 سنة، 200 سنة أو 100 سنة. أيضا استخدم جميع الأبواب والأخشاب في الأخشاب الطبيعية مثل السدر والأثل، كلها استخدمت في هذه القرية في الأبواب والشبابيك وخلافه. الحمد لله القرية أنشئت في وقت وجيز جدا، تقريبا 7 أشهر، وأنجزت في موعدها المحدد. كما تحتوي القرية على جميع على عناصر أخرى مثل البيئة الصحراوية موجودة أيضا والزراعية وكل المحتويات. القرية تحتوي على أيضا مدخلين بوابتين رئيسية، وهي نفس الطراز المعماري في منطقة نجران القديم والتي تتميز به المنطقة. كما تلاحظين أيضا تم المحافظة على الديكورات الخارجية المعمارية والتي تتميز بها منطقة نجران، سواء من بالأشكال مختلفة أو الألوان وخلافه. منطقة قرية نجران تراثية تميزت أيضا بالساحة الواسعة كما تلاحظون، حتى تقام فيها الفنون الشعبية، الزوامل وخلافه، والتي تحتاج إلى مساحات زي هذا. تراث متعدد الحقيقة. عندك أولا تم تأثيث المباني كما كانت مؤثثة في السابق في عند أهالي منطقة نجران. فلو لاحظت مثلا المبنى القديم هذا الكبير هذا اسمه الدرب. الدرب يتكون من عدة طوابق، كل طابق محتوي على نوع من التراث، سواء اللبس التراثي النجراني للرجل قديما أو ما يستخدمه الرجل سواء من أسلحة أو أي مقتنيات. أيضا كل دور وظف كما كان في السابق. في الخلف عندنا هذا هو مبنى يسمى المشولق، مشولق بالشكل كما تلاحظون، ماخذ شكل حرف L، كلها تطل الأدوار على المدخل، وهذا كان يعني أخذ أو نفذ في السابق لأهداف معينة حتى يتم يكون هناك زي ما تقول رقابة على مدخل المبنى في الدخول أو الخروج. سابقا لازم يعرفون من اللي عند الباب ومن اللي جاي. أيضا عندنا مبنى آخر اسمها المقدم، وهو على شكل حرف يو، يتكون من دورين. نفس نعم هذا هو. طبعا يتميز بحوش حواليه أو في النص، له جلسة عادة أهل المبنى البيت، قد يكون في المبنى الواحد سابقا أكثر من عائلة، أكثر من أسرة، فعادة يجتمعون في هذا الحوش. لهم بعض الخدمات سواء من تخزين أو خلافه موجودة في الأدوار السفلية والحوش هذا كذلك. عندنا مبنى الدرب وهو أطول مبنى، يتكون من 7 أدوار. عندنا مباني ثانية استخدمت وظفت، هي من دور دور لكن وظفت في هذه القرية، زي المبنى المطعم الشعبي والآن كامل ويعمل كما هو وكل أكلات المنطقة. عندنا متحف الأخدود وهذا من أفضل مباني سواء المعروضات أو التصميم، أيضا في ركن الأخدود وفي الفنون أيضا دخلت فيه. عندنا مبنى المجلس النجراني القديم وهو يسمى الآن الفي آي بي، وهذا يستضاف فيه الضيوف وكبار الزوار. في نجران الحقيقة في نجران مباني لها سنين طويلة. مبنى الآن كما سمعت من مدير فرع السياحة أمس يقارب 300 سنة أو أكثر من 300 سنة، وفي بيوت مباني قدرت 100 سنة و200 سنة وأكثر. ميزة المباني الطينية الحقيقة لها قوة تحمل كبيرة جدا، أيضا ما تتأثر من العوامل لأنها تعالج بطرق فنية، يستخدم فيها بعض الأشياء المواد تخلط معها وهذه تقاوم المياه ومياه الأمطار وما شابه ذلك. لا تنسى أن الطين مادة خفيفة، وأيضا الأسقف كلها استخدمت فيها الأخشاب وبالتالي فيها خفيفة، لذلك ما تلاحظ في أي تشققات أو هبوط.
الآن أي مباني لو لاحظت في المباني الحديثة في المشاريع الحديثة أغلب المشاكل اللي يكون في هناك هبوط في الأرضيات أو في الردميات حول المبنى تنتج أول شيء من مشاكل تربة وأيضا من الأحمال. لذلك فعندنا مباني طينية خفيفة وبالتالي تختفي هذه المشاكل. طيب اللي تحدثنا عن الفنون الشعبية المنطقة نجران اللي تقدمونها بجناح الجنادرية والله اسمح لي أولا الفنون هذه في جمعيات الثقافة والفنون هذه تخصهم وهم يعني أعرف من بي فيها كثير يعني أنا كمهندس كحاجات فنية ملم بها كثير لكن بما أني من أبناء المنطقة فعندنا الزامل وعندنا الفنون طبعا الرزفة أيضا في بعض المحافظات المثلوث يسمونه وفيه لعب برضه الطبول للرجال أيام السمران هذه اللي أعرفها أنا كابن من أبناء المنطقة. لكن لو حبيت معلومات أكثر فمدير الثقافة والفنون عندها أكثر ما بعطيكم أنا. شكرا لكم وشكرا على اهتمامكم وحضوركم وتغطيتكم لهذا المهرجان وأشكر جميع العاملين في قناة المرقاب شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين من هنا من مقر قرية نجران التراثية بأرض الجنادرية نرحب بكم وبكلمة أهالي نجران أرحبوا في قرية نجران بالجنادرية. خلال هذه الدقائق سنسلط بعض الضوء على فعاليات هذه القرية التراثية التي شرفت بافتتاحها مساء البارحة برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران والتي تعتبر إضافة من الإضافات ومقر من المقرات الجديدة التي افتتحت هذا العام في مهرجان الجنادرية 28. القرية بموقعها الكبير ومساحاتها الشاسعة ومواقعها المختلفة تحفل بالعديد من الفعاليات التي تنطلق من الرابعة عصرا وتستمر حتى الساعة 12 مساء. نحن هنا في بيت الشعر وهو أحد أهم الفعاليات التي تضم الشعر والقصة والرواية والرواية التاريخية تضم كبار السن وشباب وصغار وهنا القهوة العربية والتمر النجراني في استقبال ضيوف هذه القرية التي تبدأ فعالياتها من خلال المهرجان. هناك أيضا معرض الأخدود للآثار والفنون هناك الدرب وما يحتويه من مكان يستخدمه الإنسان النجراني قديما هناك أيضا سوق الحرف اليدوية هناك مسرح الفعاليات الذي يضم الفعاليات الشعبية والعروض الفلكلورية التي تقدمها الفرقة الشعبية. نتمنى إن شاء الله أن تقضوا مع فقرات هذه القرية وفعالياتها أجمل الأوقات التي تحظى بمتابعة وتوثيق من قناة المرقاب الفضائية. سنكون الآن مع بعض الشعراء وبعض المنشدين وبعض كبار السن الذين سيبحرون بنا في عبر ما يمتلكون وما يحفظون من قصص وروايات شعبية قديمة ليعكسوا لنا ما كان الإنسان النجراني يقوم به ويمارس في حياته اليومية ومكان للاستعراض أيضا بعض العادات والتقاليد النجرانية وأيضا للاستمتاع بالقصائد الشعرية. نترككم الآن مع بعض الشعراء وبعض كبار السن الذين يتواجدون الآن في بيت الشعر النجراني بمقر قرية نجران التراثية في الجنادرية. Yeah.
تلقاها انطباعي ما يوصف عن قرية نجران. أنا في نجران مصغر الآن، فيها المباني، فيها بكل أشكالها، فيها الدرب وفيها المقدم وفيها المشولق وفيها محل حرف، فيها مباني انجزت في مدة وجيزة أقل من سنة، يمكن 8 شهور أو أقل، وهذا شيء عمل جبار لا ينجز إلا في سنوات. تمثل نجران الماضي والحاضر، فيها جامعة نجران، فيها الأدباء، فيها الشعراء، فيها التراث في أصالته من الزوامل والرزفة والطبول للسمران. الحقيقة شفنا شيء أبهرنا جدا، والشكر يرجع لله سبحانه وتعالى ثم لسمو أمير المنطقة والرجال الأعمال اللي كان لهم جهد جبار يشكرون عليها. على كل حال أنا زي ما قلت سابقا في نجران مصغرة تجمع الوجوه الطيبة، هم من الأدباء والشعراء اللي موجودين معنا الآن. هذا ما أقدر أقوله عن قرية نجران والجنادرية، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، معكم الأديب سالم بن زايد آل مخلص، ولدي أبيات خصصتها في هذه القرية التراثية في منطقة نجران بالجنادرية. في جمعة نقضي بها حلو المرام، مع وفد نجران ومع أبناء يام، نحيي بها أمجادنا وتراثنا وسط الرياض وتحت أنظار الأنام، وقد اجتمعنا صفوة محمودة فيها المرحب والذي يبدي السلام، وإذا جلست سمعت شعرا مبهرا في بيت شعر ملأه عز الكلام. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساكم جميعا بكل خير. سلام يا قايد مسيرتنا عدى الضد وعماه، يا خادم البيتين يا رجل الوفا والاحترام، أنت الزعيم اللي رقى القمة وعلام استواه، وأنت الوفي اللي خويه في الشدايد ما يضام، وأنت الذي عزه جليل الملك بالدين وعطاه أخلاق وإنسانية يسمى بها رجل السلام. أقولها وأنا من اللي يحتمون الحد، لا غيم سماه أهل المواقف في الشدايد لابتي صبيان يام. سلام يا قايد مسيرتنا عدى الضد وعماه، يا خادم البيتين يا رجل الوفا والاحترام، أنت الزعيم اللي رقى القمة وعلام استواه، وأنت الذي أنت الزعيم اللي رقى القمة وعلام استواه، وأنت الوفي اللي خويه في الشدايد ما يضام، وأنت الذي عزك جليل الملك بالدين وعطاه أخلاق وإنسانية يسمى بها رجل السلام. أقولها وأنا من اللي يحتمون الحد لا غيم سماه أهل المواقف في الشدايد لابتي صبيان يام. سلامة. يا سلامي سلام للقيادة يثنى، فيه ريح العبير وفيه طعم العذوبة، قالها شاعر في حب داره تغنى ويفتخر في حبيب الشعب صقر العروبة. الولا لك يا ابو متعب وفيك افتخرنا، نفتخر من شمال الدار حتى جنوبه، ومجدنا من على سطح الثريا تبنى، وانت اللي بنيته طوب تنفق طوبه، بالعدل والشريعه والصقيل المحنى، يوم كل الموارد من زمان مغصوبه، واجتمع شملنا من تحت رايه وطنا، للامام الموحد والملوك اكتدوبه، يوم كل انهجر داره وعنها تجنى، ما دخلنا شكوك ولا لحقنا صعوبه،
وقفوا دولة العوجة على ما تمنى وقفة الحق والوقفات دوم محسوبة. وقفوا دولة العوجة على ما تمنى وقفة الحق والوقفات دوم محسوبة. دول تنزاحت حروب العصابات عنا أشهد إنها على طول الزمان محبوبة. دول تنزاحت حروب العصابات عنا أشهد إنها على طول الزمان محبوبة. باسم نجران جينا والولا جاك منا وباسم مشعل وأهل نجران دوم اعتزوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة كلني يعطي ما في خاطره. أنا عندي نصيحة للمجتمع، يقول ابن حمزان في الجود نادر، الأشوار منها مخطي وسديد، مقادي ما غر لما يلتقيها ومؤخرها نقص غير مزيد. سلامتكم. الصدر قفل والهواجيس مفتاح، والقلب يدوب الفرح جاه دوبه. حييت يا وجه مثل نور الأصباح، الشعر له واجب وشخصك وجوبه. وجه المليك اللي خذه تاج وشاح، يوم الربوع الشعب تباشروا به. شعب الرقب عودتك بصرار والحاح، قدام ترجع نومهم مهتنوبه. ولا همنا كثر الخسائر والأرباح، المال يفنى والرجال محسوبه. والرجال محسوبه والقلب مثل الطير له ريشة وجناح وعينه على الفرحة، شهور محجوبه. واليوم يهدى الورد والعود فواح، والشيخ راس عز والعزة ثوبه. والصبر زين وطاعة الخالق اسلاح، اللي لله قلادم يلد صوبه. رجع لنا راع المكارم ولا مداح، كل العروبة والعجم رحبوا به. اعداد برق في مزون الحياة لاح، نوه من القبلة تزبر نصوبه. يا مرحبا يلي فديناك برواح، يا خادم البيتين صقر العروبة. ردك لنا ربي معافى ومرتاح، والخير شوفك واحدنا من دروبه لك. والخير شوفك واحدنا من دروبه لك، وحشة من بد من جا ومن راح. وبكل وطن بشر شماله جنوبه، ووامرك من بعدها الفقر منزاح. خلاص ما يلقى المواطن صعوبة، سويت راع البل وتاجر وفلاح، ومن خير كل محتاج يملا جيوبه. وتنصح وتامر بالمخوة والاصلاح، وتامر بالمخوة والاصلاح. واللي مطى عمرك عساه العقوبة، عسى حياتك كلها خير وافراح، وشعبك وفي محبتك في قلوبه. عسى حياتك كلها خير وافراح، وشعبك مو في محبتك في قلوبه. وحنا بخير وغيرنا يشكي اجراح، كم حاكم يشكون شعبه، كم حاكم يشكون شره شعوبه. ولا انت فيدك بيرق العز ما طاح، والشعب من حبك ولا كعل نوبه. يا سيدي تبغى الصراحه، ولي الله حبك طعمته واهتنيت بشروبه. وسلامتك. عندي قصه قديمه ولها قصيده. فالقصه العامر ابن العجفاء آل مخلص، وله من يوم توفى حوالي 400 سنة. وقصته أنه صاحب شان وشيخ قبيلة، وجاء بين جاره وعانية مشكلة، وحكموه بينهم، وحكم بينهم وطاعوا شوره 16 مبلة. عطى عانية 8 من البل، وعطى جاره 8 من البل، وخلصهم. غنى فيه مفرح بن قيعان السنحاني القحطاني، وعطى عليها مثال. القصيدة يقول احدم براس الرمح ياخذ لقمته، يدور العيشة ويتعنى لها. القصيدة أطول لها مقدمة، لكن باجي بالمفيد حسب طلب البرنامج. احدم براس الرمح ياخذ لقمته، يدور العيشة ويتعنى لها، مثل الجحيش يسالم وانظر له، جت الذلايل تحتدي بأحمالها، مثل ابن مشفي ما يخلي ديره، 50 متن وثقت بعقالها، ومثل ابن مطلق عامر ابن العجفة يخلص الحجة وهو مغيالها، بشور ضيف الليل لهبشتها، تلقى العقاير واللبن في جالها، ترعى به العرة وتبني نيها، ويعطي لبنها الضيف مع هالشالها، ويعطي 8 مع 8 اللي قبلت للجار والعاني وهو خيالها. سلامتكم، سلامت المستمعين. صلوا على النبي، بسم الله العالي العظيم، اللي بحوله وقوة العظيمة قدر يموت الأحياء ويحيي الموتى، وعرق الهتيم وبقدرته في البحر يجري عذوبة نهر. يا مرحبا
فزت الشيخ العزيز الكريم في قلوبنا، مرحبا قدام بيت الشعر باسمك وباسمك العظام، انت الكريمة انت العزيز، وبحق فاتحت الكتاب ومبتداها البسملة، النصر والعزة وكسب رضاك والحبك العجيز، رضاك جلت عظمتك ثم الحضور المملة فيني بسامية الحروف الغر والعلم الوجيز، ما يحتويها الشاعر المبدع ويبدأ بجمله، وانداعبتنا المفردات اللي على الوجه الجريز، هذه فراسة شعر، هذه فراسة فكر شاعر يعمل اللي يعمله، الراويات الطرف الندر مع هجسي لزيز، نون على غصن وثراء عرق النخيل مهمله، والمشرجات الفارهات اللي مرابطها مزيز، تسمع صهيل أصواتها بين الصفوف المزملة، شاعر ولي في حنكة القيفان نظرات تحيج ذهول، ولا حرفنا الطيار يلعب بنمله، متفوق على عيال الكاب لابس الجميز، من طيب راسه يعتزي بخداه ويفخر بجمله، يا سندس الشعر المرصع بالذهب كم كم ابليز، في اللي علامتنا العداله في اللي علامتنا العداله الامر له والاسم له، نعم يطيب الشعر في عبد الله بن عبد العزيز، مليكنا ملك ملك وجه البسيطه باكمله، نعم يطيب الشعر في عبد الله بن عبد العزيز، مليكنا ملك ملك وجه البسيطة باكمله، اعظم مليك مالك العرب واغلب الانجليز، عون الضعيف المبتلي وبوليتيم والارمله، مواقفه تحيي العظاه الجرد والبيد القزيز، ومدات كفه تغني الشعب الابي وتشمله، صدر قرارات وعفو وانهى عناصر تلميز، وندب من وجهه الامانه ضد روس مهمله، الناس يا مولاي ريز وانت يا مولاي ريز، الحب لك ايه والولا لك واصدق القول اصمله، متربع على سنام المجد ولا العز عز، ملك 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 والعز يدك تحمله، حتى ايش لو بوش وكلنتن والفتوه جانكيز وملوك الارض وحاكم الدهكان بطقم محمله، مع حفيد المجد ابو متعب ولد عبد العزيز، مليكنا ملك ملك وجه البسيطه باكمله. يقول افرح لي يا شفت الحراره المسابيك اللي على هداتها بشفاقه، وصد لي شفت الهقاق المصافيك شبيه نحاسي يبتهج لك براقه، ولا كفو مرام غير الشواهيك تلزمه عادات الوفاء والصداقه، يجعل من ذم الرجال المطاليق ينعس يندق من صلب ساقه، ما ذمهم غير انذال الملافيك شذابه المقفي اكبار الحماقه. يقول يلا هني طالبك كل من زاح الظلام، يا ولي الخلق اللي تشوف اعمالها، يا إله بالعبادة تصلي له لنام، ربنا اللي بالكواكب يحيط أحوالها، تجمل اللي يحتضي كل مرسوم ومقام، شاعر تعرف مواريه في فتال هالجزيلة والجزيلة على مر والسلام، والله أنه مكسب وافر من قالها، خص لصار الشعر له مواريث ووسام، في سموك يبيض الوجه سقت جزالها، شبل من وحد الدار يوم الوقح حام، يوم سيفه ما توانى بنطح سلالها، في ظهر حمرا شعقها يفج بهالجهام، تنعرف يا مرمك لاعتزا خيالها، فارس ورد المنيه كما ورد الهيام، ما توانى تحسب تدقها وجلالها، بعدها قاد المسيره رفيعين المقام، ناس العود فالمواقف تبين افعالها، ابو متعب وانبدينا على ذكره سلام، له يمين فوق شعبه تهل خيالها، التطور والتقدم بعد عام وعام، في عهد الخيل تذهب حاله أجيالها، عدها بالزين عذرا كما بدر التمام، من حلاها النور يخجل بشوفه إهلالها، عزها الله بالمدينة وبالبيت الحرام، قبلت كل يكبر لها وصلالها، وما جهنا سيف هند على الماقة في حسام، العسيرة لحضرها يفك إحبالها، وانت يا سلمان 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 السلام، ترتكي دون الصعيبة وشل ثقالها، ولا انت يلي ان كتبت المدح تقصر مثامين الكلام، شجرة بالعز تثمر ويظل اظلالها، في سوم الحرب تبشر بفرسانة وحزام، ترخص الارواح ما هي تهاب اهوالها، فيها طيور الجو غني ونوحي يا حمام، فيها طيور الجو غني ونوحي يا حمام، استهرت فرحة العيد قبل هلالها، لو ربيع القاع ينطق ونسمع لها كلام، رحبت بك من فرحها وسلوى حالها، مرحبا يا ابو خالد عدها مال الغمام، على رجال مكسب الطيبة مبدا فالها، بيتني زاحم ابيات الشعر قبل ختام، يرجع ابيات الشعر خفة وثقالها، الولاء والعهد منا على الطاعة ازمام، دامنا بالعز نفخر وحنا ابطالها، قلتها والشعر معنا وللمبدا ختام، شاعر صاغ الفريدة وجاب اجزالها وسلامتك.